إصلاح ميثاق الاستثمارات للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، بالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها الاستثمار في إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق الثروة والقيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل ونمو الناتج الداخلي الخام، فإننا نسائلكم: ما هي استراتيجيتكم واستراتيجية وزارتكم لإصلاح مجال الاستثمارات وإدماج المراكز الجهوية للاستثمار ضمن هذا المجال؟ وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لإخراج هذا الإصلاح في أقرب وقت ممكن؟ شكرا. تفضلوا السيدة كاتبة الدولة، مرحبا. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب المحترم. إذا كنا كنعرفوا بأن مناخ الأعمال اليوم تغير على الصعيد العالمي وأيضا على الصعيد الوطني، لابد هناك أيضا من تحيين هذا بالإطار القانوني. دارت الوزارة إجراءات يعني عديدة خلال السنوات الأخيرة، منها المجموعات ذات النفع الاقتصادي، النظام الأساسي للمقاول الذاتي، إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إحداث وكالة التنمية الرقمية، تتميم مدونة التجارة فيما يخص توطين المقاولات. هناك مجموعة أيضا من المساهمات القانونية، منها 2019 تغيير تتميم القانون رقم 1795 متعلق بشركات المساهمة، قانون 2119 تتميم وتغيير قانون 596 المتعلق بشركة التضامن. أيضا هناك تم إصلاح المراكز الجهوية. من فضلكم. تم أيضا إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بالمصادقة على القانون رقم 47/18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. هذا القانون جاء في إطار الجهود المبذولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار كما ذكرت، ودعم المقاولة، خلق فرص شغل، خلق الثروة، وذلك أيضا من أجل جعل هذه المراكز الجهوية هي يعني كتحل محل كافة اللجان الحالية المتداخلة في تدبير الاستثمار، وبالتالي تشكيل غتشكل إطار واحدا لتقييم ودراسة ومعالجة كل الملفات. كما اشرت له ايضا هناك ميثاق الاستثمار اللي غادي يخرج حاليا اللي تم تبع التوجيهات السيد الرئيس، عملت الوزاره بمراسله مختلف القطاعات الوزاريه والهيئات المعنيه خلال يعني السنه الماضيه. اليوم كنتكلموا على حصيله اللي هي اليوم عند كمشروع هو عند الامانه العامه الحكومه منذ يناير 2019، وذلك على ضوء المقترحات اللي تقدمت فيها جميع الوزارات والقطاعات المعنيه. شكرا. تعقيب السيد النائب. تفضلوا السيد النائب. شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة المحترمة. طبعا لا بد في البداية من أننا كنوهو بالمجهودات اللي قامت بها الحكومة في مجال دعم الاستثمار واللي جزء منها شرت له. طبعا لا بد من أننا نشيروا فعلا المخرج ديال مناخ الاستثمار اليوم، مناخ الأعمال اليوم المغرب رتبة 60. طبعا البرنامج الحكومي فيه 50 وهذا ان شاء الله ممكن، كذلك 32.8 مليار ديال الدرهم استثمارات اجنبيه مهمه، تراجع ديال النسبه ديال البطاله 0.5%. طبعا بالنسبه يعني المراكز الجهويه الاستثمار مازال خص هذاك النصوص التنظيميه وبغيناها في اقرب وقت ممكن، وكذلك بالنسبه للتنصيب ديال هاد اللجان. بالنسبه للميثاق الاستثمار طبعا هذا يعني ندير فيه على حسب يعني الكلام ديالكم ندير فيه مجهود، فعلا خصو يخرج في اقرب وقت لانه يعني القانون القديم ما بقاش ساري المفعول، وطبعا تسجلات عليه مجموعه ديال الملاحظات وبغينا نديروا فيه مجموعه ديال الاشارات اللي نتمنوا فعلا تاخذوها بعين الاعتبار. النقطه الاولى لا بد من تقويه ديال الخيار الديمقراطي وربط المسؤوليه بالمحاسبه، وطبعا المحاربه ديال التبخيس والمحاربه ديال يعني يعني الافساد الثقه في المؤسسات، كذلك لابد من احترام يعني. شكرا شكرا. هل هناك تفضلوا سيد الوزير. تفضلوا السيده كاتبه الدوله. الميثاق ديال الاستثمار طال انتظاره، راه ست سنوات هذه ما عرفتش انا شنو كننتظروا من بعد. دابا الجهويه خدات الطريق ديالها، المراكز الجهويه للاستثمار موجوده، علاش كننتظروا؟ انا تنظن تنتمنى اننا ما كننتظروش كذلك مدونه الضرائب باش تخرج عادي نديروا هذا. انا تنظن يمكننا نخرجوا ولا كانت شي يعني تعديلات اللي يمكننا نعملوها من بعد نعملوها، ولكن هذا راه مساله اللي كينتظروها المستثمرين على المستوى الوطني والمستوى الدولي. تعقيب اضافي اخر. السيده كاتبه الدوله، ردكم على تعقيب السيد النائب.
شاطر صراحة رأي يعني السادة النواب المحترمين على أساس أن ميثاق الاستثمار كنتظروه جميعا، كنتظروه يعني البلاد ككل، كنتظروه المستثمرين، جاب محاور جديدة ما كنتظروش مطولا وما غاديش ننتظروا مطولا. كانت هناك يعني محاور اللي هي مهمة بها هذا ميثاق الاستثمار، الضمانات الممنوحة للمستثمرين، تدابير نوعية لاستغلال تلك الفرص. شكرا.